السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الدارسون أيتها الدارسات في اللقاء الأخير. عشت معكم في النحو والصرف واحد والنحو والصرف اثنين والنحو والصرف ثلاثة، وهذا هو اللقاء الأخير مع النحو والصرف ثلاثة، وهو حول موضوع جميل جميل جدا، وكما نقول في على الأكل لذيذ يعني وسلس، ألا وهو موضوع الإبدال. كنا في اللقاء السابق قد تناولنا موضوع الإعلال وعرفنا أشياء كثيرة، الآن موضوع الإبدال. فما الفرق بين ما هو الإبدال وما الفرق بينه وبين الإعلال، وما هي حروف الإبدال وما تكون الإبدال؟ هذا كله سنتناوله في هذا اللقاء، ركزوا معي وتابعوني بتركيز تام الأهداف. أتوقع أن تكون قادرا على أن تعرف الإبدال، تفرق بين الإبدال والإعلال، أن تسرد حروف الأحرف الإبدال القياسية، أن تسرد أحرف الإبدال القياسية، أن تستخرج الكلمات التي تم فيها الإبدال من قطعة الكلام، أن تستخرج مواطن الإبدال طاء وتاء، أي إبدال التاء طاء وإبدال التاء دالا، تمام؟ أن تفهم ما يبدل من فاء الكلمة. ركز معي، ستجد توضيح ذلك كله في الآتي. أولا تعريف الإبدال، ما هو الإبدال؟ هو جعل حرف صحيح أو معتل مكان حرف صحيح آخر معتل، أو قل حذف حرف ووضع حرف آخر مكانه، نحو تلعثم تلعثم يبدلون الثاء ذالا، مدكر مستكر أصلها، مصطبر أصلها مصطبر، سنعرف ذلك كله، ونحو قال وباع. المثال الأخيران قال وباع يسمى الإبدال فيهما إعلالا، ولذلك ينبغي أن نتقيد، حيثما كان إعلال نقول إعلال بالقلب، إعلال بالحث، إعلال بالتسكين، وحيثما يكون إبدال في الحروف في الأحرف الصحيحة نقول إبدال، نسمي الشيء باسمه ولا نقع فيما وقع فيه بعض الصرفي عندما يتحدث في ذلك ويخلط بين الإعلال والإبدال. طيب أحرف الإبدال، الإبدال القياسي لا يكون إلا في أحرف التسعة: الهاء، التال، الهمزة، التاء، الميم، التاء، الواو، الياء، الألف، الألف، الثاء، الثاء طبعا في خطاب طبعي. طيب لاحظ الهاء، التال، الهمزة، الواو، الياء، الألف، الألف، الألف. طيب أما غير ذلك اقرأ الكلمة، عد الحروف في الكلمة هذه، أما غير ذلك فلسنا بصدد التعرض له كونه غير قياسي وغير ضروري، وربما كان ذلك في لهجة من لهجات بعض القبائل العربية. تابع معي. طيب ما الفرق بين الإعلال والإبدال؟ الإعلال يكون في حروف العلة، الإبدال يكون في الأحرف الصحيحة. الإبدال مثل كلمة اصطبر واتصل والذكر، طبر واتصل والذكر، أما في باع وصام وصيام وصوم وباع وبائع وبيع هذا يسمى إعلال، وقد سبق شرحه في اللقاء السابق. نأتي إلى النقطة الرابعة، إبدال التاء طاء، متى تبدل الطاء طاء؟ متى تبدل التاء طاء طاء؟ يجب قلب التاء طاء في الوزن الصرفي افتعل ومشتقاته، ولكن هذا القلب لا يتحقق إلا بشرط أن يكون حرف فاء الكلمة من أحرف الإطباق الأربعة، تعرفونها حروف الإطباق: الصاد والضاد والطاء والضاء. فإذا جاءت فاء الكلمة صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء، ثم جاء بعدها تاء الافتعال، جاءت بعدها تاء الافتعال، تسمى هذه التاء بتاء الافتعال، وجب قلب هذه التاء طاء. واضح؟ إذن إذا جاءت التاء بعد حرف الصاد أو الضاد أو الطاء أو الضاء في وزن افتعل ومشتقاته، يعني اسم الفاعل مصدر إلى آخره كما سيأتي الآن بعد قليل، فأقلب التاء طاء، وهذا هو الفصيح. لاحظ. طيب تأمل الجدول الآتي، صبر صاد، اصطبر نقول اصطبر بالطاء، قلبنا التاء طاء، يصطبر اصطبر اصطبارا، مصطبر اسم الفاعل مصطبر، استفى 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 تاء الافتعال، قلنا اصطفى يصطفي اصطفي اصطفاء، مصطفي مصطفى. شوف انظر ما اجمل اللغه العربيه. اضطجع ضجع اصلها، اضطجع اتيت بالتاء، قلنا اضطجع نسيت الجيم في الكلمه، يضطجع اضطجع
اضطجاعا، مضطجع، وهكذا إلى بقية الجدول. نأتي بعد ذلك خامسا الإبدال، إبدال التاء دالا، إبدال التاء دالا. إذا وقعت فاء الكلمة دالا أو ذالا أو زايل، واحد من ثلاثة حروف، إما دال أو ذال أو زاي، وجاء بعدها تاء الافتعال قلبت التاء دالا وأضغمت معها، نحو دعا، فنريد بعدها تاء فنقول ادعى ادتعى ادتعى، شوف لاحظ في صعوبة، تبدل التاء دالا ثم تضغم فنقول ادعى يدعي مدعى مدعى عليه، شوف أين ذهبت التاء، قلبت دالا وأضغمت مع الدال دال الكلمة. نأتي إلى جدول يوضح ذلك، كلمة صحيح مزحومة معك قليل لكن ما يعني تركز واضحة، يعني دحر ادحر ادحر، دمل دمل دمل، دمغ دمغ إلى آخر، ذكر اذكر ذكر ذكر، مدكر مدكر، ولاحظ في القرآن الكريم جاء كذا، ذخر افتخر ذخر ادخر تقلب، تمام، يجوز الوجهان فيه، كلمة ذخر والذال، ذعر 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 ادحر، زهر ازدهر 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 ازدهر، تقلب التاء دالا، زجر ازدجر ازدجر استأكر، وهكذا. طيب نشاط، أجري أحرف الإبدال في الكلمات الآتية على نحو ما درسته قبل قليل، ضعن صرع طبع صبغ برع طرب زقر دبر زبر دفع، أجري فيها الإبدال على نحو ماضى، أدخل عليها تألف تعال وانظر ماذا يكري. طيب تدريب اثنان، كيف تأتي بصيغة افتعال من الأفعال الآتية، زان دان زجر صلح خدم زان ساد وزان، بيّن أن نوع الإبدال الذي حصل في الكلمات الآتية، اضطان ضغط حقد، اصطنع اصطبر اضطرد اصطحب. نأتي صح خطأ، يجوز قلب التاء في كلمة اقترب طاء، يجوز أقول اقترب اقترب، ما رأيك، شوف انظر، يجوز قلب التاء تاء في كلمة اصطرع اصطرع، نقول اصطرع مثلا، أيوة أنت اقرأ ودرب نفسك، الألف في كلمة صيام منقلبة عن واو، كل إعلان قلب 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 إبدال، كل إعلان يكون في قلب إبدال، وليس كل قلب وليس كل إبدال إعلانا، كل إعلان قلب وليس كل إبدال إعلانا، لا إبدال الإبدال لإبدال التاء من الطاء في كلمة اصطبر إعلال، تمام، لإبدال التاء من الطاء في كلمة اصطبر إعلال. طيب نأتي بعد ذلك، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة من أحرف الإبدال القياسي، القاف الضاد الهاء، الطاء في كلمة مضطر مبتلى من الواو أو التاء أو الدال، إبدال الألف من الياء في كلمة طارة، إبدال الألف من الياء في كلمة طارة هو إبدال وإعلال، إعلال فقط إبدال فقط، الهمزة في كلمة السماء مبتلى من الواو أو الياء إلى آخره. طيب نأتي إبدالات أخرى، أولا إبدال الواو والياء تاءً، يجب إبدال كل من الواو والياء تاءً ثم تضغمان في تاء الافتعال بشرطين، أن تقع كل منهما فاء، أن تقع كل منهما فاء على وزن افتعال ومشتقاته، وألا يكون أصلهما همزة، يعني مثل أكل وكذا، وإليك الأمثلة التوضيحية على ذلك في العمود الآتي أو الجدول الآتي. لاحظ، يا سلام يا سلام، ما شاء الله، وصل، انظر اتصل، الأصل اتصل، قلبنا الواو تاء، اتصل يتصل يتصل، اتصل اتصل متصل متصل مت إلى آخره، وصف اتصف يتصف اتصف متصف، وحد اتحد يتحد اتحد متحد، وهكذا، يسر يتسر أصر يتسر يتثر متسر تثر متسر إلى آخره، يئس يتأس تأس يتئس يتئس اتئس اتئس متئس ميت متئس، وهكذا. طيب إبدال التاء حرفا من جنس فاء الكلمة، إبدالات أخرى، نبدأ أولا إبداء التاء حرفا من جنس فاء الكلمة، ركز في هذه، وهذه مهمة جدا أيضا، كله مهم، ما تركت لكم وما وضعت لكم وما شرحت كل الأشياء المهمة، تبدل التاء حرفا من جنس فاء الكلمة ثم تضغم التاء في أحد الحرفين بشرطين، أن يكون وزن الكلمة تفاعل أو تفعل أو تفعلل، الثاني أن يكون فاء الكلمة حرفا من أحد الأحرف الآتية، لاحظ، الثاء الدال الذال الزاي السين الشين الصاد الطاء الضاد الضاء، وإليك الأمثلة التوضيحية، لاحظ، تثاقل
الوزن تفاعل. ماذا تقول؟ الثاقلة، ثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا. شوف ثاقلة، إدغام التاء، وبعد ذلك زدنا فيها التاء وأضغمنا. طيب تذاكر، الكلمة التي أضغمنا فيها التاء قلنا ذاكر. تضاعف، الضاعف، تطلب الطلب الأمر. تظلم، الظلم، ظلم، تسمع، السمع، لا يسمعون الملأ الأعلى. تشاجر، تشاجر الشاجر، تصادم، الصادم، تزلزل، تفعلل، الزلزلة، تدحرج، دحرج، وهكذا. طيب اثنين، إبدال الميم من الواو، وهذه في اسم وكلمة واحدة من الأسماء الخمسة فو، تمام، تبدل الميم من الواو وجوبا في كلمة فو، وذلك بشرط تجردها من الإضافة، شروط اللي درسنا في باب الأسماء الخمسة، نحو هذا فم طيب، ها ذلك فم ينطق بالخير، أين الواو؟ حذفناها وأبدلنا بها بدلها، أتينا بالميم بدلها. طيب إبدال الميم من النون، هذا يكون في باب الإقلاب، في باب التجويد، بشرط سكون وقوع الباب بعدها، وهذا ما يسمى عند علماء القرآن بالإقلاب، وهذا القلب صوتيا نطقا لا خطا، حيث يوضع في رسم المصحف فوق النون المخفى ميما صغيرة، تجد ميم مكتوبة صغيرة، ها إشارة إلى ذلك، نحو قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا إذ انبعث أشقاها، وسبب هذا الإقلاب سهولة النطق بالنون الساكنة والتنوين بقلبها ميما. ويمكنك عزيزي الدارس التأكد بنفسك من رسم المصحف الشبري في أكثر من موضع. عزيزي الدارس، وضح نوع القلب في الكلمات الآتية: اتحد، اتفق، اتسر، اتقد، الصالحة، الزينات، الأرض، يستنبعون. وضح نوع الإبدال، نوع الإبدال، وضح نوع الإبدال في الكلمات الآتية. قلنا يسمى القلب في باب الإبدال إبدالا، نوع الإبدال في الكلمات الآتية. طيب عزيزي الدارس، على ضوء ما درست أجب عما يأتي: متى تبدل التاء حرفا من جنس فاء الكلمة؟ مثل لما تقول. ما شروط إبدال الواو والياء التاء؟ مثل لما تقول. سين اثنين واحد التقويم، يجوز قلب الواو ميما في كلمة فو ولا يجب إذا كانت مضافة؟ التاء في كلمة اتصل مقلبة عن واو، التال في قوله يدبروا، الدال في قوله يدبروا مضغمة في تاء، الطاء في كلمة اطلع مضغمة في واو، كلمة مدكر فيها قلب الذال دالا. ضع خطا تحت الإجابة. الصحيح الإبدال في كلمة اتكل إبدال من ياء ألف واو، الإبدال في كلمة اتحد إبدال من واو ياء همزة. تبدل فاء الكلمة دالا بشرط أن يأتي بعدها تاء الافتعال، التوضيع، الفاعل إلى آخره. تكليف: قم برجوع إلى كتاب في التطبيق الصرفي لمحمود الطرقي، الطبعة الأولى، دار النهضة، العربي، الفصل الثالث، الإبدال، صفحة 43. ثم قرأ قراءة باحث وناقد ما كتب المؤلف حول موضوع لقائك هذا، وسجل في دفترك الخاص أهم ما وقفت عليه من أخطاء علمية أو مطبعية إن وجدت. نأتي بعد ذلك إلى الخلاصة: عرفنا الإبدال، سردنا أحرف الإبدال القياسية، شرحنا الفرق بين الإبدال والإعلال، بينا شروط إبدال الواو ياء تاء، تناولنا شروط إبدال التاء طاء ودالا، وضحنا شروط قلب التاء حرفا من جنس فاء الكلمة، أكدنا أن الميم تبدل من الواو من كلمة بشرط عدم إضافتها، نبهنا بأن الميم لا تبدل من الواو النون، نبهنا بأن الميم لا تبدل من النون إلا إذا كانت ساكنة بعدها باء. بهذا أيها الدارسون أيتها الدارسات، أودعكم مع اللقاء الثاني عشر ومع مقرر النحو الصرف الثالث. فإن كنت قد أصبت وأجدت فذلك توفيق من الله تبارك وتعالى، وإن كنت قد أخطأت أو سهوت أو قصرت فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني، وأرجو منكم العفو والمسامحة والمعذرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.